Sir, when did you want to schedule tomorrow's meeting? Were you thinking 2 or 4? المسلسل بيتذاع الساعة 10 يعني 3 بتوقيتنا. حلقة بكرة البطل راح يطلع فيها من السجن، راح ينفع ما اشوفه. طيب لو خلينا الميتنج الساعة 2 شو راح يفوتني؟ ايه برنامج مسابقات كنت ناسيه. Can we push it after رمضان؟ وفر على نفسك كل ده. سلينج بيقدم لك المحتوى العربي المباشر في أي وقت تحبه مع خاصية إعادة العرض، وكمان ممكن تشاهد مسلسلات رمضان على أفضل القنوات العربية وأكبر مكتبات الفيديو حسب الطلب. اشترك دلوقتي وجرب 7 أيام مجانا. رمضانك هنا مع سلينج.